يوم تخصيصي تواصل نظم على مستوى بحيرة مرتشيكا بالناظور لفائدة متدخلين وفاعلين جمعويين في مجال السياحة الإيكولوجية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للطيور المهاجرة الذي يتم تخليده هذه السنة تحت شعار الماء في خدمة حياة الطيور. هذا المسلك للسياحة الإيكولوجية المرتبطة بملاحظة الطيور المهاجرة يأتي في إطار تنفيذ برنامج يروم المساهمة في المحافظة على التنوع البيولوجي للطيور على مستوى بحيرة مرتشيكا ودعم الساكنة المحلية خاصة الصيادين لتنمية السياحة الإيكولوجية. اليوم التواصل يندرج في إطار مشروع المساهمة في المحافظة على التنوع البيولوجي للطيور ودعم الساكنة المحلية لتنمية السياحة الإيكولوجية حول مرتشيكا. هاد اليومين غادي تكون مناسبة باش نقدموا للمشاركين النتائج ديال مشروع ترونسكاب اللي نجزاته هاد مجموعة الباحثين مع الوكالة مرتشيكا والوكالة الوطنية. وبهذه المناسبة نظمت رحلة إيكولوجية جمعت مشاركين يتكونون من شركاء مجموعة البحث ومتدخلين مهتمين باكتشاف واستثمار البرامج السياحية والقدرات البيئية الطبيعية لإقليم الناظور.